بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من الغش في الثانوية العامة. اتكلمنا امبارح في موضوع، بس حبيت ان اتكلم فيه بشيء من التفصيل المرة دي. موضوع هل الغش توبة؟ هل اللي غش في الثانوية العامة ودخل مكان مش بتاعه لانه دخل بالغش ولانه حصل على درجات لا يستحقها، هل له توبة بتوم بعد ذلك ولا ملوش توبة؟ طبعا يعني عشان تقول ملوش توبة انت كده بتتقل على الله. ربنا قال ان الله يغفر الذنوب جميعا، فكل الذنوب الذي يتوب منها العبد تغفر له. طيب، بس بشرط تحقيق شروط التوبة اللي هي ايه؟ كلمة التوبة معناها اصلا الرجوع، فالتوبة معناها ان انا عملت حاجة ثم علمت او شعرت او يعني استشعرت غضب الله ومعصيتي له، فندمت على ما فعلت وبالتالي أقلعت عنه حاليا ثم عزمت على ألا أكرره في المستقبل. يبقى شروط التوبة إن أنا أندم على ما فات في الماضي، أنا غشيت بالفعل يبقى أندم إن أنا غشيت. الندم معناها كده باللغة يعني إنه لو عاد بي الزمن لوقت الذنب فلن أفعله. يعني أنا غشيت امبارح في الامتحان بتاعي، لو رجع بي الزمن لتاريخ امبارح ودخلت نفس اللجنة اللي أنا دخلتها وغشيت فيها فأنا مش هغش. دي معنى الندم. والإقلاع عن الذنب حاليا، فأنا حاليا في وسط الامتحانات، امتحنت 4 مواد وفضلين 4، فأكيد مش هغش في 4 اللي فضلين. ده التوبة، ده اللي عايز يتوب. والعزم على عدم العودة مستقبلا، أننا في المستقبل لن أعود إلى هذا الأمر. ده فيما يتعلق بحق الله، لأن الله طبعا غني عن عباده، فحق الله يكتفى فيه بالثلاثة دول، أننا أندم على ما فات، أقلع عن العمل في الحاضر، وأعزم على عدم العودة له في المستقبل. أما في حقوق العباد فيشترط شرط رابع وهو إعادة الحق لأصحابه. قلت لك امبارح، واحد واكل ميراث أخته، ما ينفعش يروح يحج ويستغفر ربنا ويتوب من غير ما يرجع حق أخته اللي هو سرقه. طالما واخد حق أختك بالباطل يبقى لازم ترجعه. طب أنا مش عارف حقها كام، قدره. يعني واحد خد حق أخته من 20 سنة كان 100,000 جنيه، ما ينفعش يستعبط وديها 100,000 دلوقتي يعني. لا، هو كان حقه تلتين الميراث وحق أخته تلت الميراث بتاع أبوهم مثلا. ال300,000 اللي كان تلتها 100,000 من 20 سنة بقوا النهاردة 50 مليون، فبقى تلتهم 15 مليون، يبقى يديها 15 مليون. هتقول لي ما هو شغل جزء واستثمر جزء، هقول لك ماشي، يقدر فلوسها هي تعادل كام دلوقتي. ده اللي عايز يتوب بالفعل. نيجي نطبق الكلام ده على السنة العامة، هقول لك إنه صعب جدا انك ترجع الحق لاصحابه، لان هو مش حق واحد بس، هو حق مئات والاف. وانا عن نفسي اهو، انا عن نفسي بنتي في ثانوية عامة مش مسامح اي واحد ياخد درجة زيادة وياخد مكانها في اي كلية كانت هي تستحقها وهو اخدها منها. مش كده بس، ده بنتي لو دخلت كلية معينة وترتيبها فيها 45 في الترتيب اللي دخله، وجي واحد ترتيبه 44 من اللي غشه، مش مسامح ال 44 ده. ولو في أي حاجة لأي سبب من الأسباب حصل أي ضرر على بنتي بسبب أي واحد من منظومة الغش، بداء من الطالب اللي بيغش للمدرس اللي بيغشش للدكتور اللي بيركب السماعة للأستاذ اللي بيسرع في الامتحان للباشا اللي بيبيع السماعات، كلهم أنا خصيمهم عند الله ومش مسامحهم مثلا يعني. وفي زي كتير يعني، احنا برضو الخبث يعني بيطلع فوق السطح فبيبان كتير، لكن الأغلبية العظمى من الأهالي وبين الطلبة مش بتغش، إما لأنهم عندهم دين ودول كتير على فكرة، أو لأنهم مش قادرين يدفعوا فلوس للغش، ودي قصة تانية. طيب هتقول لي طب ما هو أنا أعمل أدخل ابني أو أنا أغش في امتحانات السنة دي، أو أجيب له سماعات أو أغشش ابني أو أعمل له كذا وبعد كده أنتو. ده بالضبط زي ما قالوا إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين،
احنا هنقتل يوسف او نرميه في الصحراء وبعدين نبقى الناس صالحين وبعدين هنتوب. اللي بيخطط من الاول للذنب وبيخطط انه هيتوب منه ده بيستعبط، ده يعني بيستهزئ بالتوبة، بفكرة التوبة نفسها، لان التوبة زي ما قلت لك معناها الرجوع، والرجوع هو انك لو رجع بيك الزمن لورا مش هتعمل الذنب، هو الندم على الذنب اللي انت عملته. فانا ازاي هعمل حاجة وانا ناوي من الاول قبل ما اعملها ان انا هندم عليها؟ انت متخيل المغلطة القانونية هنا، المغلطة المنطقية اللي هنا، في هنا مغلطة منطقية، انك انت بتعمل الحاجة اللي انت ناوي بعد شوية انك تندم عليها. طبعا ده اسمه استهبال. هتقول لي طب ما هو افترض واحد عمل الذنب وخلاص وغش ودخل ابنه في الكلية وبتاع، وبعد ما دخل الكلية يعمل ايه بقى عشان يتوب؟ الاصل بقى، الاصل ان هو لو متأكد وعارف ان ابنه ما كانش يستحق كلية الطب بس دخلها بالغش، الاصل ان يخرج منها، ما يكملش فيها لان دخلها بالغش، لان ما ترتب على الباطل سيظل باطل. لو انت عارف ان ابنك كان اخره يجيب 80% وجبت 95% و 97% بالغش ودخلته طب ولا دخلته صيدله ولا دخلته هندسه ولا سياسه واقتصاد، وانت عارف ان هو كان اخره يجيب 80، يبقى الاصل ان تخرج من هذه الكليه او ان تخرج ابنك من هذه الكليه. اللي بيحصل ان هم طلبه بيطلعوا من الكليه بس بعد ما بيترفضوا او بعد ما بيستنفذوا الرسوب او بعد ما بيخافوا على نفسهم من استنفاذ الرسوب عشان ما يتحولش الكليه نظريه، فبيسيب الكليه بعد ما يسقط مره واثنين، يعني بيسيبوها بعد ما يفشلوا فيها فعلا، لكن ما بيسيبهاش استحراما، ما بيسيبهاش انه تاب، نادر جدا اللي بيحصل كده، يعني ما بنشوفش حاجات دي كده. طيب هفترض ان هو خلاص هو دخل الكليه وهو كان شايف ان هو ابنه كان كويس وكان ممكن يجيب طب لوحده بس انا غششته، عشان اللي هو حجه 90% من اللي بيغششه يقول لك انا ابني هيجيب طب لوحده لو من غير غش، بس عشان ما يبقاش متوتر وعشان يبقى اعصابه هاديه وعشان غيره ما ياخدش حقه وعشان مش عارف ايه وشويه المبررات الحلوه دي. فهو غشش ابنه وبعد كده ندم على العمل ده، ندم ندم حقيقيا وتاب توبه حقيقيه، لكنه برضه في دماغه ان ابني كان هيجيب الكليه دي نفسها لو ما غشش، بس هو كل الفكره انا كنت عايزه ما يتوترش وما يعملش وغيره ما ياخدش حقه والكلام الظريف اللطيف ده. في الحاله دي هقول لك ماشي، مش هيسيب الكليه وهيكمل فيها وهينجح. طب ده يتوب ازاي بقى؟ ما هو كل واحد هو خد مكانه في الكليه بالغش هو خصيمه يوم القيامه. طب هل له توبه؟ الناس بتقول لك، بسكن لك في الحديث بتاع انه كان في واحد مظلوم مسك في رقبه الظالم بتاعه يوم القيامه وقال له يا رب سل هذا فيما ظلمني، فربنا اخذ من حسنات الظالم وادها للمظلوم فخلصت، فقال له خلاص خد من سيئاتي انا وارميها على ايه، على الظالم، زي ما يعني ده القصاص في الاخره كده. فخلاص هو كده بدأ خلصت حسناته وبدا ياخد من سيئات اللي هو ظلمهم، فهو كده خلاص بقى مفلس رسميا يعني، والمفلس في الاخره بيروح النار. حديث المفلس معروف يعني، حديث المفلس. طيب فلكن الحديث بيقول ان الراجل ده كان هو الظالم كان تاب توبة نصوحا يعني او توبة حقيقية، لكن طبعا ما عرفش يرجع حقوق اللي هو ظلمه. فربنا ساعتها بيعرض على المظلوم يقول له شوف القصر ده، فقصر كبير جدا وقصر فخم جدا، فبيقول يا ربي لمن هذا القصر؟ لملك او يعني لملك منزل او رسول او شهيد او مين يعني، مين صاحب القصر ده؟ فبيقول له هذا القصر لمن يملك الثمن. فيقول لمن يملك الثمن؟ فيقول له انت بان تعفو عن اخيك. فيعفو المظلوم عن اخوه ويدخل القصر الكبير المنيف ده في الجنه، ويبقى ايه؟ يبقى المظلوم خد القصر الكبير ده تعويضا من الله على الظلم اللي تعرض له في الدنيا، والظالم اللي تاب دخل برضه الجنه لانه تاب. طب ده الكلام ده في حاله التوبه النصوح اللي هو استنفذ فيها جميع وسائل انه يرجع الحق لاصحابه وما عرفش. مش واحد من الاول ناوي يغش، شوف المغالطه، واحد من الاول ناوي يغش وناوي يتوب، ده ناوي يستعبط مش ناوي يغش ولا يتوب. فاللي بيعمل كده وعامل حسابه ان هو يوم القيامه ان شاء الله ربنا هيمسك اللي هو ظلمهم ويديهم قصور في الجنه مقابل ان هم يسامحوه، هيسامحوه. ده في حاله لو انت ندمت بعد كده وعزمت على عدم العوده وندمت على اللي فات، ولو رجع بيك الكلام مش هتعمل كده. مش في حالة انك انت من دلوقتي بتخطط للغش فبلاش استعباط. وانا قلت لك انا عن نفسي مش مسامح اي حد
يتسبب في ظلم بنتي بدرجة واحدة، وأي حد هياخد مكان بنتي في أي مكان هي كان نفسها فيه أنا مش بسامحه، وأنا واحد من آلاف ومن ملايين. فأنا بقول لك الذنب كبير جدا، أكبر بكتير مما تتخيل. موضوع الغش ده من الكبائر اللي هي يعني ما فيهاش فساد. فأنت ما تشتريش كلية الطب ولا كلية الصيدلة ولا كلية الهندسة بجهنم، يعني إنها قسمة نظيظة عليك أنت، لأن اللي أنت ظلمتهم مش هيسامحوك. ما تحاولش. نسأل الله العفو والعافية، ومعاكم إن شاء الله مستمرين في سلسلة الغش في الثانوية العامة. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.